المواطنون ينتحرون والجامعات تبحث عن طلابها. حال الشارع الإيراني في الأسبوع الثاني بعد انتفاضة الفقر في وجه نظام الملالي. مدينة الدرك وسط إيران شهدت على انتحار متظاهر داخل أحد مراكز الاعتقال بحسب مصادر إيرانية. الحادث وقع في مركز رقم 12 التابع لشرطة مدينة أراك. من الجانب الآخر زعمت الشرطة أن المنتحر تاجر مخدرات، وأن عدد المتظاهرين المعتقلين 300 شخص وأغلبهم من الشباب، لكن تقارير حقوقية أكدت أن المعتقلين وصل عددهم لأكثر من 1000 معتقل. جامعة طهران أعلنت أنها تبحث عن طلابها المعتقلين وتشكيل لجنة لمتابعتهم ومحاولة إطلاق سراحهم. فساد وانتهاكات وسجون مليئة بالمتظاهرين، ولا تزال الانتفاضة في وجه الملالي مستمرة.